بدء تقييم خامات الرمال السوداء في 6 مربعات. تحت هذا العنوان جاء في الصحيفة: أوفدت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فريقا جيولوجيا إلى ولاية البحر الأحمر لإجراء دراسات شاملة لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر الأحمر في 6 مربعات توطئة لطرحها للاستثمار العالمي. وقال المدير العام للهيئة أو لهيئة الأبحاث العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور محمد أبو فاطمة خلال وداعه الفريق الجيولوجي المتجه إلى ولاية البحر الأحمر، قال إن الهدف من الزيارة التقييم والبحث عن خامات الرمال السوداء سعيا لاستقطاب الشراكات والشركات العالمية العاملة في الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة لاستغلال الرمال السوداء في عدد من الصناعات خاصة صناعة الطائرات والمركبات الفضائية إلى جانب الصناعات التكنولوجية المتعددة.